والابن والروح القدس لله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة، نندم على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإيمان. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة، أن صلي من أجلي إلى الرب. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا إلى الحياة الأبدية. بفضل نعمتك كان القديس فرنسيس الأسيزي صورة حية للمسيح الفقير المتواضع، سر بنا كل يوم على خطاه فنتبع المسيح ونحيا معه في حب وابتهاج. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر يشوع بن سيراخ. هو الذي رمم البيت في حياته ووطد الهيكل في أيامه،
في أيامه حفر خزان المياه حوض كالبحر امتدادا، اهتم بوقاية شعبه من الهلاك فحصن المدينة لئلا تحاصر، ما أمجده محاطا بشعبه عند خروجه من وراء بيت الحجاب، مثل كوكب الصبح بين الغمام أو البدر أيام تمامه، أو الشمس المشرقة على هيكل العلي، أو القوس المتلألئة بين غيوم البهاء. كلام الرب. المزمور. اللهم احفظني لأني بك معتصم. قلت للرب: إنك أنت سيدي، الرب حظي وحصة ميراثي، أنت الضامن لنصيبي. أمجد الرب الذي هداني وراحت كليتاي، حتى في الليل تنذرانني. جعلت الرب دوما نصب عيني، لن أتزعزع لأنه من عن يميني. ستبين لي سبل الحياة، وفي حضرتك الفرح العميم، وعن يمينك النعيم المقيم. القراءة الثانية: إن جسدي موسوم بسمات يسوع. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، أما أنا فمعاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، وبه أصبح العالم مصلوباً عندي، وأصبحت أنا مصلوباً عند العالم. فما الختان بشيء، ولا القلف بشيء، بل الشيء هو الخلق الجديد. والسلام والرحمة على الذين يتبعون هذه الطريقة، وعلى إسرائيل الله. فلا ينغصن أحد عيشي بعد اليوم. إن جسدي موسوم بسمات يسوع. فعلى روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح. آمين. كلام الرب. الفقير المتواضع يدخل السماء غنيا، ويكرم بالأناشيد السماوية. هللويا.
فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي الباشي. في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حاسونا لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الأب، ولا من أحد يعرف الأب إلا الإب، ومن شاء الإبن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. كلام الرب. قد يسيح لك أيها بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. الأباء الأفاضل، الأخوات الراهبات الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحتفل اليوم ككل سنة بعيد مار فرانسيس الفقير الصغير، البوفريلو كما يدعى في إيطاليا، لأن حب الفقر وحياة الفقر هي من أهم صفات مار فرانسيس. أريد اليوم أن أوضح المعنى الصحيح للفقر بنوع عام، وللفقر الرهباني بنوع خاص. ما هو الفقر؟ ومن هو الفقير؟ وما هو الغنى؟ ومن هو الغني؟ ليس الفقير حتما من يقف عند الإشارة الضوئية ويقرع زجاج السيارة ويمد يده. لطالما اكتشفنا أن بعض هؤلاء يملك بيوتا وله شلة تمتهن الاستعطاء، وعلى كل فرد من هذه الشلة أن يحضر مبلغا معينا من المال في آخر النهار. الفقر المادي ليس قيمة بحد ذاته. يا عمي، الفقر أمر مكروه بشريا، مكروه. من يريد أن يكون فقيرا؟ من منا يريد أن يحرم من أساسية الحياة، أساسيات الحياة؟ إن لم يكن له فلأولاده. الفقر الصحيح هي طريقة كي أو لمن يريد أن يكون فقيرا، وأن يعيش الإنسان المسيحي والراهب فقيرا كما كان يسوع فقيرا.
هذا الفقر. يعني الراهب لا يختار الفقر، الراهب يختار أن يتبع يسوع الفقير. يسوع المسيح عاش الفقر المادي نوعا ما، لكنه لم يحرم من أساسيات الحياة. يسوع المسيح في الناصرة أكل وشرب ولبس وتعلم وعاش حياة كما يعيشها كل أطفال العالم، لكنه عاش فقيرا روحيا. يعني الفقر ليس أن لا تملك شيئا ماديا، الفقر أن تكون خاليا روحيا. فهو لم يملك إرادته، ولم يملك وقته ولا تعليمه ولا حتى حياته، هذا هو الفقر. كان كل شيء بيد الله، بيد الآب. كان يقول: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. ومع ذلك كان يعطي باستمرار. إذن الفقر بالنسبة ليسوع المسيح هو أن نعيش بأيدي مفتوحة كي نقبل كل شيء من الله، ولكي نعطي ما أخذناه، كل ما أخذناه للآخرين. هذا هو الفقر، خذ كل شيء من الله وأعطي كل شيء للآخرين، لا تحتفظ بشيء لنفسك. ولأن يسوع كما يقول مربولوس أفرغ ذاته من كل شيء، ملأه الله من كل شيء. يقول مربولوس: يسوع أخلى ذاته، لذلك رفعه الله وأعطاه الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. إذن على هذا الأساس نبني ونفهم فقر الإنسان المكرس، الراهب المكرس. فقر المكرس هو أولاً وآخراً استعداد جذري وكامل للعطاء. إذن ليس معنى الفقر أنا لا أملك شيئاً، معنى الفقر أنا أهب أعطي كل ما أملك. وبالتالي السؤال المهم عند فحص الضمير عن موضوع الفقر ليس كم أنفقت، بل هل بذلت ذاتك؟ هل أعطيت كل ذاتك؟ لا يوجد فقر أكثر من أن يكون الإنسان في خدمة الجميع وبشكل كامل. ذلك يقال الكاهن أو الراهب إنسان مأكول. بعد آخر من الفقر المسيحي هو احترام الآخر. ماذا يعني ذلك؟ وما علاقة احترام الآخر بالفقر؟ يسوع المسيح كان يستقبل ويحترم كل أنواع البشر، الطفل والمريض والأبرص والأعمى والزانية والوثني وجاب الضرائب. وكان يسوع يعرف كيف يجعل الآخر يشعر أنه مهم وأنه غني. يقول مربولوس: يجب أن ننظر إلى الآخر على أنه أفضل منا. يحملنا الفقر، نذر الفقر، على أن ننظر إلى كل إنسان وبالخصوص إلى الفقير والمعاق والبائس ككنز، كغنى. يقول منصور أبو الفقراء، يقول: الفقراء هم أسيادنا. ويقول مربولوس: لقد افتقر يسوع كي من أجلكم لتغنوا أنتم بفقره. أخيرا، الفقر هو فعل شكر. كان يسوع يقف دائما موقف شكر أمام أبيه السماوي. شكر عند تكثير الخبز، شكر عند إقامة لعازر، شكر عند مع تلميذي عماوس. إذا فقر الإنسان المكرس، الكاهن والراهب والراهبة، هو فعل شكر، لأن كل ما يملكه هبة من الله، ويقبل كل شيء من الله، الصحة والمرض، النجاح والفشل. يقول مربولوس: أشكر الله على كل حال، وبالشكر يصبح المر حلوا وتصبح المرارة شكرا.
أيها الإخوة والأخوات، نحن هنا في دير لأبناء مار فرانسيس الفقير. لا يغركم جمال الكنيسة وزينة الهيكل ونوع الضيافة التي ستقدم لنا بعد القداس، وتصور ليس هذا غنى بل فقر. فقر لأن أرباب هذا البيت قبلوا ذلك من الله كهبة ويعطوه للآخرين بفرح ويشاركون الجميع فيه. هذا هو الفقر. نقدم تهانينا للأب رشيد مصريح وللأب رامي عساكرية والرهبان الموجودين في هذا البيت المقدس. نطلب لهم المزيد من نعمة القداسة والفرح الفرنسيسكاني والحكمة والقوة ليقودوا مركب هذه الكلية العريقة، فيغنوا الكنيسة والأردن بأجيال وأجيال من الشباب الذين سيشكلون كنيسة الغد ومواطني الأردن، فيساهموا في تقدمه وعزته وأمنه وأمانه. وكل عام وأنتم بخير. أمين. نؤمن بإله واحد. أيها الإخوة الأحباء، إن الله أبانا بقوة الروح القدس يقيم في كل مكان وزمان أنبياءه وقدسيه الآن وكلنا امتنان له على أنه أعطانا في شخص القديس فرانسيس الأسيزي مثالاً فريداً للاقتداء بالمسيح في فرح وفقر إنجيلي. لنتحد إذن في الصلاة من أجل الكنيسة والعالم أجمع. يا إله الرحمة، يا من جعلت من القديس فرانسيس صورة حية لابنك المصلوب، قدس كنيستك واعمل على أن تكون دائماً أكثر فرحاً في إعلانها لإنجيلك. إلى الرب نطلب. يا إله السلام، يا من أرادت عنايتك أن توحد في المسيح كل الأشياء، نطلب منك أن تقيم بيننا اليوم رجالاً ونساءً ذوي قلوب حرة قادرة على أن تنتصر على شهوة السلطة والمال. إلى الرب نطلب. يا إله الوداعة، يا من وهبتنا في شخص القديس فرانسيس الأسيزي مثالاً لحياة التواضع والفقر في اتباع المسيح، أعطي لمسيحي عالمنا هذا أن يتذوق روح التطويبات الإنجيلية. إلى الرب نطلب. يا إله القداسة، يا من وضعت في قلب القديس فرانسيس حب كل ما هو جميل وخير، هبنا نظرة تتسم بالنقاء والبساطة كي نستطيع تأمل عجائب مخلوقاتك. إلى الرب نطلب.
يا إله الفرح، يا من كللت بالمجد فقير أسيزي، أشعل قلوب أبنائك بغيرة مقدسة كما يفصلهم شيء عنك، فأنت نبع السلام والخير. إلى الرب نطلب. تقبل أيها السيد طلباتنا، واعمل على أن تكون حياتنا كلها شهادة حب لك وترنيمة تسبيح بالمسيح ربنا. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي، لقد أضاءت كلمة الله دربك يا قديسنا فرانسيس، فأصبحت مواطنا في وطن الملائكة، تقضي وقتك في التأمل والصلاة متحدا بالله. ساعدنا أن نحقق رغبة المسيح في أن يصل الإنجيل إلى كل إنسان، وأن يصل به الناس إلى درب الخلاص. اقبله يا رب وبارك. كن مسبحاً يا ربي بأختنا وأمنا الأرض التي تساندنا وتدبرنا وتنتج الثمار المتنوعة. لقد خاطب القديس فرانسيس الأسيزي المخلوقات وطيور السماء بأناشيد لتسبيح الله، فأصبح شاعر الطبيعة وملك المخلوقات، وهذا ما جعل من الريح والنار والقمر والأرض إخوة له وأخوات. فها هي خيرات الأرض نقدمها لك على مذبحك يا رب، داعينا أن تحفظها وتباركها. سبحوا ربي وباركوه واشكروه واعبدوه بمنتهى الاتضاع. اقبله يا رب وبارك. أريد رحمة. العالم جائع، ضجرت قلوبنا وسئمت نفوسنا، الدمار والقتل والحرب الذي يدمي بلادنا وشرقنا العزيز في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين. فها إننا نودع بين يديك يا رب في سنة الرحمة الإلهية بلادنا وعائلاتنا المسيحية. باركها وتعطف علينا وامنحنا سلامك، واجعل منا أداة للمحبة والسلام والرحمة. اقبله يا رب وبارك. من أكل جسدي وشرب دمي له الحياة الأبدية. إن المحبة هي السبيل إلى الاتحاد بالله، والإفخارستية هي قوت النفس والجسد. قدسنا وباركنا يا رب، واحفظ بلادنا حتى تبقى أرضنا خصبة تجيد بأفضل أنواع الخمر والقمح، لنقدمها لك عربون شكر ومحبة على مذبحك المقدس. اقبله يا رب وبارك.
صلوي والإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة إليك نرفع هذه القرابين يا ربنا، ونحن نسألك أن تؤهلنا لإقامة سر الصليب المقدس الذي شغف به القديس فرنسيس بكل قلبه بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. نرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق معك. إنه لحق وعدل واجب وخلاص أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك بأسمى سبل الفقر والتواضع رقيت بعبدك القديس فرنسيس إلى قمم الكمال الإنجيلي، وإذ جعلته يضطرم اضطراماً صاروفياً فإنه راح يطفح فرحاً لا يفي به وصف بجميع أعمال يديك وبالخليقة كلها. وعندما وسمته بسمات الآلام المقدسة فإنك عرضته لنا بذلك صورة حية ليسوع المسيح ربنا. وإن جوقات الملائكة به لعظمتك يسبحون وهم في دار الخلود بين يديك في فرح ماثلون، فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعا في سرور وابتهاج قائلين: قدوسنا أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك.
نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة محبرنا الأعظم البابا فرانسيس، وأسقفنا بيير باتيستا، وأسقفنا مارون، وجمع الأساقفة وسائر الكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار، وأبينا القديس فرانسيس والقديسة كيارا، وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة المسيح لنتبادل السلام. يا حبل الله
حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب اسكن صحيحا، أنت تدخل تحت سقفي، ولكن كل كلمة واحدة تتبع بجميل ثنايك.
سلام يسوع يملأ قلوبنا جميعاً. الاحتفال في عيد القديس فرانسيس الأسيزي مؤسس الرهبنة هو عيد لكل الرهبنة في كل مكان، وعيدنا كمان في كلية تيراسانتا، وهو سبب فرح كتير كبير لأنه هو الأب ونحن الأبناء، بردنا وبرجعنا في هاليوم لأصول ولجذور حياتنا الرهبانية، وبيملأ أيضاً قلبنا بالفرح لأنه بيذكرنا في أيامنا الأولى، في دعوتنا الأولى لما حسينا أنه بدنا نكون رهبان وكهني، وندوراتنا البدائية والندور الدائمة، فهو سبب فرح كتير كبير. والفرح هذا بيزداد في حضوركم ووجودكم معنا أحبائي، وعلى رأسنا سيدنا المطران مارون اللحام الجزيل الوقار، والمونسينيور روبرتو كونا، وأخوتي الكهني الأجلاء، وأخواتنا الراهبات الفاضلات، والأصدقاء والأحباء، وأسرة الكلية، أسرة كلية تيراسانتا في معلمينها الموجودين الحاليين والقدامى. وجودكم هو للصلاة كان معنا، صلاتكم معنا ولأجلنا بتزيدنا بركة وبتزيدنا نعمة أيضاً، وحضوركم بزيدنا فرح. فعلاً أنا عن أخوتي الرهبان بلكن قلبنا مليء بالفرح وبالعرفان لهالحضور الحلو البهيج وهالقداس الحلو الرائع اللي ترأسه سيدنا المطران. بلكن الله يديمكن، يملأ قلوبكن قلوبنا جميعاً، عائلاتكن، بيوتكن، أسركن، أقاربكن في كل نعمة وبركة من السماء. ومار فرانسيس قادر بشفاعته أنه يحصلنا على هاي النعم، لأنه كتير بيحبنا، وهو القديس وكل قديس أيضاً هو تعبير عن محبة الله للبشر وافتقاد الله تعالى لكنيسته لشعبه المقدس. فلذلك أود أن أشكركم جميعاً على هالحضور الحلو، على هالصلاة الحلوة. برجع بكرر شكراً لك يا سيدنا دائماً معنا وجنبنا مونسينيور روبرتو، شكراً الأحباء أخوتي الكهنة، الحضور جميعاً. وبرحب هون هلأ بشكل كتير كتير خاص في سعادة السفير الإيطالي السيد جوفاني براوتسي والسيدة عقيلته أيضاً، فيديشامو إينا رابو، أهلاً وسهلاً بنفنوتي. بشكركم جميعاً، بشكر من كل قلبي أسرة الكلية، المعلمين والمعلمات والعمال والموظفين والإداريين والطلاب والأهل اللي في هاليوم تظهروا لنا محبة كتير كبيرة. شكراً كثير لكم، الرب يبارككم. وتيراسانتا هي عامرة فيكم، في وجودكم وفي عملكم، كلنا مع بعضنا البعض كأسرة واحدة، الرب يبارككم. بشكر أولادنا وبناتنا مع معلمينهم، طلابنا الحاليين أيضاً والقدامى، ومن الشبيبة شبيبة مار فرانسيس، أولادنا إبراهيم ونادر ومس فيوليتا والكل،
بشكركم على الأصوات الرائعة على إحياءكم القداس يا أبني، ربي يبارككم. بشكر طلاب الخدمة كمان واللي قرأوا، وبشكر كمان لجنة النشاط في الكلية والكشافي وكل ما بدي سمي بالأسماء مشان ما أنسى حدا، ولكن كلكم كنتوا رائعين كأسرة واحدة. صلوا لنا ونكون في صلاة دائمة لهالكلية، لكل مدارسنا، لبلدنا، حتى يتم هالأردن هالبلد الغالي اللي عم يستقبل وبيستضيف الجميع واحد سلام في ظل قيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله وكل الحكام القائمين على البلد، لحتى يتم فعلا مكان يستقبل الجميع اللي عم يجوا من هالبلدان المتألمة اللي هني دائما في صلاتنا، سوريا والعراق وأماكن كثيرة. نطلب من الرب إنه هالوقت الألم هذا اللي الكل عم بيعيشوا بيعيشوا أهلنا، إلا نعيشوا في إيمان، إلا في يوم من الأيام ما يكون في يوم قيامة للسلام وللفرح ولإعادة الحياة. بترجاكم تبقوا في أماكنكم لغاية خروج موكب سيدنا والأخوة الكهنة، وبعدين أدعو الجميع لتبادل التهاني في ساحة الكلية. كل عام وانتم بخير والله يخلي لنا إياكم، وشكراً لحضوركم. لنصلي. أعطنا يا رب بحق هذه المقدسات التي تناولناها أن نقتدي بمثال القديس فرانسيس الأسيزي في المحبة والغيرة الرسولية، فنجني ثمار حبك لنا ونبذلها لخلاص الناس أجمعين، بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومعك. ليكن اسم الرب مباركا. معونتنا باسم الرب. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.